السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، طلبة نص البث المباشر مع موعد متجدد في موعدنا الأسبوعي الحد والاثنين إن شاء الله من كل أسبوع الساعة 8 وربع مع منصة البث المباشر. معاكم مستر عزيز ويصا عوض، كبير معلمي الجغرافيا بمحافظة دمياط. معكم أيمن رضا، مدرس أو معلم في محافظة القليوبية، إدارة شبين القناطر التعليمية. طبعاً بنوجه الشكر لمنصة البث المباشر والتعليم الإلكتروني بالوزارة، وكذلك السيد مستشار مادة الدراسات الاجتماعية وخاصة الجغرافيا مع فريق العمل المتكامل اللي بيتابع مع حضراتكم إن شاء الله طول العام. وطبعا احنا كنا بدأنا امبارح مع الدرس الثالث كما هو واضح امامكم، اللي هو تطور الخريطة السياسية. معانا مستر عزيز يدخل لنا بمقدمته اللي كلنا بنستناها كل حصة. اتفضل مستر عزيز. مساء الخير والسلام على حضراتكم جميعا، اهلا وسهلا يا استاذ ايمن. اهلا بكم طلابنا الاعزاء، طلبة الصف الثالث الثانوي من منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. نجدد عهد مع حضراتكم دائمي التجديد في الأسئلة، في الأفكار، في عرض الآراء بترتيبنا المنطقي. يا مستر أيمن، بدأنا بالوحدة التمهيدية لأنها الأساس، الأساسيال بيست، الأساس الأول لكتاب الجغرافيا السياسية اللي بالفعل إحنا النهاردة يا مستر أيمن في منتصف الوحدة التمهيدية، وحينما نقوم بتدريس هذه الفقرة بنرجع مرة تانية، وده كان كلمنا فيه أمس، في الوحدة التمهيدية وعلاقة التغييرات على الخريطة السياسية اللي نتج عنها تطور في الخريطة السياسية، وربطنا الكلمتين الاتنون بكلمة الأثر الناتج عن متغيرات الخريطة السياسية. تعلمنا أن القرن العشرين شهد العديد من المتغيرات، متغيرات في أوائل القرن العشرين، منتصف القرن العشرين، أواخر القرن العشرين. ربطنا بمجموعة من الأسئلة الجميلة اللي عرضناها لطلابنا. حابب يا مستر أيمن تسمح لي أكرر سؤالين مهمين جدا، لأن في بعض الطلبة قالوا من فضلك عيد السؤالين دول تاني. حاضر يا فندم. اتفضل يا مستر عزيز. من بين الأسئلة اللي مليناها أولادي أو حضراتكم حابين الناس اللي النهاردة بنسمعهم لأول مرة، تؤثر الشركات متعددة الجنسيات على وظيفة الحدود. إيه يا مستر عزيز، أنت رجعت تاني للدرس الأول من الوحدة التانية؟ أيوة فندم، العمل الجديد كده دائما مستر أيمن بيفاجئنا بالأسئلة الجميلة. تؤثر الشركات متعددة الجنسيات، احنا اتكلمنا بالأمس يا مستر أيمن على ان في مجموعة من المتغيرات ما بين متغيرات سياسية مرتبطة بانتهاء الصراع الأيديولوجي بين الكتلتين الشرقية والغربية، لمتغيرات اقتصادية ممثلة في ظهور البنك الدولي وصندوق النقد، العولمة، وظهور الشركات متعددة الجنسيات. وتكلمنا باستفاضة عن الشركات متعددة الجنسيات اللي بيأسسها مجموعة من الأفراد أو مجموعة دول من جنسيات مختلفة. طبعا في عقود عمل وترتيبات وإجراءات، وانتبهنا أن الشركات دي لها من الأثر الإيجابي، لها من الأثر السلبي. تسمح لي مستر عزيز، تسمح لي تعرض لأبنائنا الشريحة اللي حضرتك بتتكلم فيها عشان يبقى المشهد واضح أمامهم. نجيب الشريحة الخاصة بالعوامل الجغرافية والمتغيرات. تمام مستر عزيز، تفضل. تذكروا ليدي، واحنا اتكلمنا في السطرين دول، احنا استعرضناهم باستفاضة امس، فبعض الطلبة قالت طيب السؤال حضرتك مليته في المشهد ده، خلاص احنا بالفعل مش هنحفظ المتغيرات دي. لما عملنا لها رؤوس عناوين عرضية يا مستر ايمن، المتغيرات الجغرافية، المتغيرات الاقتصادية، المتغيرات الاجتماعية، في متغيرات اجتماعية بأثر إيجابي، فاكر ثورة الاتصالات، في متغيرات عسكرية بأثر سلبي، رحلة السباق المسلح في منطقة الشرق الأوسط كمثال واضح. طيب أنا هنا لما قلت للطالب بتاعي تؤثر شركات متعددة الجنسيات على وظيفة الحدود، ها، الأمنية
الاقتصادية الاجتماعية السياسية. لما الطالب هنا يدقق النظر مستر أيمن هيوصل للإجابة اللي بتقول بالفعل إن الشركات متعددة الجنسيات بتؤثر في الحدود السياسية لعمليات التدخل في شؤون الدول دي، بتنعكس على سياسات الدول دي. النهاردة إن شاء الله مستر أيمن بدأ يستعرض قبل نهاية الحلقة بالأمس يا ولادي مفهوم المشكلة السياسية. لو نتذكر يا مستر أيمن آخر جملة تكلمناها مع حضرتك، استعرضنا مجموعة مفاهيم القاسم المشترك بينهم كلمة سياسية، بدأت بإيه؟ تمام، السياسية، الجغرافيا السياسية، العلاقات السياسية، الحدود السياسية، المشكلة السياسية. تفضل مستر أيمن. ووصلنا النهاردة برحلتنا إلى المشكلة السياسية. زي ما مستر عزيز وضح لنا ان احنا تعرضنا لمجموعة من المفاهيم اللي بتخدم الجغرافيا السياسية، النهاردة مع المشكلات السياسية. المشكلة السياسية هنا تعريف، ما هو مفهوم المشكلة السياسية؟ المشكلة السياسية، لاحظ وخليك معايا وخليك دقيق جدا جدا في المشهد اللي قدام عينيك، بيقول لي ايه هي المشكلة السياسية؟ اي تهديد، أي تهديد، لاحظ كلمة أي تهديد، أي تهديد للدولة من الداخل أو من الخارج. هذا التهديد يمس سيادتها على أراضيها أو استقرار شعبها أو تماسكه. يعني معنى كلام حضرتك إن المشكلة السياسية يا مستر أيمن أو يا مستر عزيز ما بتكونش جاية من دولة خارجية، يعني ما تكونش خارجية فقط، لا طبعا، قد تكون هناك مشكلات سياسية داخلية داخل الدولة اللي بتواجهها الدولة بكل حزم. زي ما احنا بنسمع دايما في قياداتنا السياسية بتقول احنا بنتعرض لحرب، والحرب دي داخلية اللي هي الحرب ضد الإرهاب، إذا هي برضو من التهديدات التي تؤثر على الدولة. لاحظ معايا، لأن احنا عندنا هنا زي ما نقول كده إيه، فكرة اللي هي الأحداث الجارية اللي هتبقى على علاقة بالإيه؟ بالجغرافيا السياسية. إذن إن المشكلة السياسية التي تهدد أمن الدولة سواء كانت من الداخل أو من الخارج، هي في معظمها كما قال مستر عزيز بالأمس إرث الاستعمار، إرث الدول الاستعمارية. إرث يعني حبايبنا، يعني ورث الاستعمار. بصفة عامة الاستعمار لما بيجي يخرج من دولة عاوز يسيب مشكلة، مش عاوز يصفي الأمر ما بين الدولتين دول، وخاصة لو كانوا الدولتين دول طبعا هيكونوا جيران، أكيد هيكونوا جيران، وفي نفس الوقت ممكن يكونوا من قومية واحدة كما هو الحال بين الشعوب العربية في بعض مناطق البلاد العربية التي كانت معرضة للاحتلال في فترة من الفترات. إذن المشكلة السياسية هي في حقيقة الأمر هي إرث الدول الاستعمارية، خلفه الاستعمار في مستعمراته قبل تحريرها. يعني لما نيجي نقول، لما بيجي يرسم حدود ما بين دولتين، وكنا قبل كده لاحظنا وقلناها صراحة إن هناك عامل من عوامل رسم الحدود، وده ربط، ومستر عزيز هيعمل لنا عليها سؤال بس كمان شوية، اللي هو عامل إيه؟ عامل الاستعمار كما هو الحال في قارة أفريقيا. طيب تعال نعمل كلاسيفيكيشن، تعال نصنف المشكلات السياسية. هناك مشكلات سياسية هنسميها حدودية، مشكلات الحدود السياسية، وده موضوعنا النهاردة. مشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي، لما تلاحظ ان قضايا العالم الان وهي قضايا اقتصادية في المقام الاول، قضية تقسيم المياه، قضية الصراع على الموارد، سواء كانت الموارد الطبيعية دي معادن او مصادر طاقة. طبعا هنا بنقول الصراع ده صراع ازلي. ثم المشكلات ذات البعد، المشكلات الاجتماعية ذات البعد السياسي، متمثلة في مشكلتي الهجرة والهجرة الغير شرعية والهجرة اللي هي الجبرية، زائد مشكلة الأقليات. إذن نكمل مفهوم المشكلة السياسية مع مستر عزيز، هيدينا سؤال في المشهد الحالي. تفضل مستر عزيز. شكرا يا حبيبي، شكرا جدا على الاستفادة الجميلة. الطالب اللي شايف الشريحة النهاردة قدامنا دي مستر أيمن هيقول لحضرتك إيه؟ دي عناوين رئيسية هنبدأ نشتغل من خلالها، هات غيره. لا، فيها سؤال. لا ما تعديش عشان عليها أسئلة. فيها سؤال بسيط خالص 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 بدون شرح. فيها سؤال في العناوين التلاتة. لما بنصنف المشكلات ما بين مشكلات تتعلق بالحدود فبسمها مشكلات سياسية، ومشكلات من أصول اقتصادية ومن أصول اجتماعية، هنقول فيها سؤال جميل يا ولاد، اختر الإجابة. العنوان هنكتبه كمقدمة، يقول إيه؟ المشكلات التي تهدد أمن الأوطان
معظمها إرث الاستعمار، الميراث الاستعماري. طيب من خلال العبارة نستنتج، ويبدأ بقى يكتب على سطر جديد، توجد مشكلات يقتصر وجودها داخل الدولة الواحدة، مثل مشكلة، وجيب الاختيارات، تقسيم المياه، الهجرة غير الشرعية، الأقليات، الصراع على مصادر الطاقة. سؤال محير يا مستر أيمن، لكن اللي يحكم السؤال ده جملة مدونة بوضوح في رأس السؤال، هي توجد مشكلات يقتصر وجودها داخل الدولة. ومن هنا زي ما حضرتك تفضلت مشكورا في حلقات سابقة، بننصح أولادنا قراءة السؤال، له بداية له نهاية. العنوانين يا أولاد بيودوك بحواسك بدقة على الإجابة، داخل الدولة على طول هتكون الإجابة قدامك إيه؟ الأقليات. تمام، يبدأ بقى مستر أيمن كده يشتغل لنا كده في، ونستمتع معاه بعرض للمشكلات، الحدود السياسية ثابتة ومليلة. على فكرة مستر أيمن، أنا كنت سمعت في بعض التلفزيونات المغربية بينطقوها مليلة. تمام؟ مليلة. أنا يعني احنا نقول حتى لكن هي كان نطق المغربي مليلة. أشقائنا مليلة. عادي يا أولاد يعني مليلة. اتفضل يا مستر أيمن. تمام. زي ما مستر عزيز وضح لنا، يعني هنقول قد يختلف القراءة في التشكيل، هي سبتة ومليلة، سبتة مليلة، مش هتفرق معانا قد ما يفرق معانا معنى أو القضية نفسها إيه. قلنا من دقيقة واحدة إن المشكلات السياسية هي إرث الاستعمار، أو زي ما مستر عزيز قال لنا هي ورث استعماري. طيب المشكلة السياسية، تعال نتكلم عن أصل هذه المشكلة. واضح قدامنا خريطة الوطن العربي، واضح جدا خريطة الوطن العربي، واضح معايا على خريطة الوطن العربي منطقة مضيق جبل طارق، المنطقة المشار إليها بالسهم الأحمر. طيب قضية المدينتين، أنا مش عاوز حضرتك تحفظ لي أرقام وتحفظ لي كلام من ده، أنا كل اللي أنا عاوزه تعرف الآتي، إن المدينة اللي هي مدينة سبتة، مدينة تقع على مضيق جبل طارق، رأس المضيق على مضيق جبل طارق. طيب المدينة الثانية اللي هي مدينة مليلة، تمام، هي مدينة تقع إلى، هنقول، الغرب منها أم إلى الشرق؟ لا، تقع إلى الشرق. تمام، يبقى اذا هنا بنقول المدينه الاولى مدينه تقع في مواجهه مباشره لمضيق جبل طارق، اطلالتها اطلاله مميزه جدا 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 على مضيق جبل طارق. المدينه الاخرى وهي الى الشرق منها، مش هنتكلم في مساحتها، مش هنتكلم في عدد سكانها، انت كده كده اوبن بوك، وما فيش عندنا يعني اللي يطلبنا او يطلب مني ان انا ايه استفيد في الجزئيه دي. طيب تعالوا اما نحكي حكايه، تمام، حكايه بسيطه كده، هحكي لكم حكايه صغيره، حكايه مدينتين سته ومليلة. القضيه تبدا منين؟ تبدا من ما يقرب من 600 عام او اكثر. يعني القضيه ان اسبانيا، وده هتاخد الكلام ده في التاريخ، في برضه احنا بنعمل ربط دايما ما بين التاريخ والجغرافيا، لان المادتين يعني ولاد عم زي ما بنقول. القضيه ان يعني سنه 1415، يعني حضرتك بتتكلم من فتره تاريخيه تفوق ال 600 عام، أسبانيا كان عندها انطلاقة استعمارية في منطقة الشرق الأوسط، ففكرت إنها تدخل تحتل المغرب. دخلت أسبانيا احتلت المدينتين، احتلت سبتة في 1415 واحتلت مليلة بعدها بفترة في 1495. طيب تمام، بعد فترة كلنا عارفين كويس جدا إن شمال أفريقيا، المغرب العربي، ليبيا، آسف، اللي هو الجزائر، تونس، المغرب، احتلال فرنسي. دخلت فرنسا سيطرت على المغرب بالكامل ما عدا المدينتين، فضلوا في ايد اسبانيا. يبقى تاني القضيه تبدا منين؟ تبدا من زمان قوي. انا قاصد اكد على كلمه من زمان قوي عشان هنعرف دلوقتي ليه. طيب تمام، دخلت فرنسا احتلت المغرب، الوقت اللي حصل فيه استقلال كل البلاد العربيه بما فيها مصر والثورات، واستقلت المغرب من فرنسا، وظلت اسبانيا تسيطر على المدينتين. طيب هنا شعب المغرب ما مسكتش على حقه، بيطالب بحقه، فبدأت المغرب تطالب بحقها في المدينتين بعد ما استقلت من الاستعمار الفرنسي. هنا بدأت فرنسا تفتح حوار أو تفتح قنوات اتصال مع أسبانيا، فكان الرد من أسبانيا مالكوش عندي حاجة،
يعني ايه يعني؟ قررت اسبانيا انها تفرض السيادة على المدينتين، ورفضت اسبانيا مطالب المغرب في استعادة المدينتين بحجج واهية. حجة واهية يعني حجة كذابة، يعني حجة ملهاش اي دور، تمام؟ طيب الحجة هنا وهي التقادم، تمام؟ ان القضيتين قدام جدا جدا جدا. القضية الثانية وهي نسبة ان 60% من سكان المدينتين من الاسبان، يعني انا بتكلم في مدينة عدد سكانها اكتر من 60% من الاسبان. النقطة الأهم بقى اللي هي تقدر تقول عليها السند الايه؟ القانوني بالنسبة لأسبانيا، إن المدينتان غير مدرجتان، غير مسجلة ضمن الأراضي الغير مستقلة في الأمم المتحدة. بمعنى الأمم المتحدة تأسست، فبدأت الأمم المتحدة تعمل زي حصر للبلاد الغير مستقلة اللي ممكن في مرحلة تالية تبدأ تفكر في مرحلة الاستقلال، فالمدينتين مش متسجلين، معنى كده إن المدينتين دول ملك أسبانيا. طيب هنا المغرب حبت تاخد قنوات شرعيه وتبدا تعرض قضيتها على الامم المتحده. قامت المغرب بعرض القضيه على الامم المتحده، طبعا مجلس الامن هو مجلس بيحل مشاكل بالطرق السلميه، فكان الرد نقدر نقول عليه انه كان يعني ايه؟ يعني سلبي حبتين. هنقول رفضت او الامم المتحده طلبت من الاثنين، رفضت اسبانيا المطالب، تمام؟ اللي هي قلنا الحجج الواهيه. الامم المتحده طلبت من الاثنين، من الدولتين، تسويه الخلاف عن طريق الحوار. يا جماعه انا انتوا دولتين جيران، انا حلوا مشاكلكم بالحوار. طيب تمام، هنا تبدا تظهر ليا مشكله ثانيه. المشكله دي دخلت او نبعت من داخل مدينه سته وملايين. اول حاجه محاوله السكان الاسبان في الحصول على حكم ذاتي. طبعا عاوزين نبقى تابع دول ولا تابع دول ونعمل دولة، بس خلي بالك بعد شوية على طول هيقول لك احنا مع اسبانيا. ليه؟ عشان الستين في المية زي ما قلنا من شوية. ثم قامت اسبانيا باصدار قانون، ركز معايا في هذا القانون. القانون هنا بيقول ايه؟ ان الاجانب، اي اجنبي عايش في اسبانيا، تمام؟ اكتر من 5 سنوات، كل 5 سنين يبدأ يعمل عملية تجديد للاقامة بتاعته. يعني انا دلوقتي راجل عايش في دولة اسمها اسبانيا، مقيم هناك ان شاء الله هقعد 10 سنين، كل 5 سنين بعمل تجديد للإقامة من العاصمة الاسبانية اللي هي مدريد زي ما عرفت قبل كده. وهذا القانون اعتبر ان سكان المدينتان من المغاربة، سكان المدينتين اللي هم من اهل المغرب، اعتبروهم اجانب. طيب في حين ان اعتبر ان السكان الاسبان هم السكان الاصليين. تعال بقى على المشكلة الكبيرة دي. انا راجل مغربي عشان خاطر في المدينه اللي هي ملكي اللي هي ارضي اروح اجيب اقامه من اسبانيا؟ لا، ده مشكله كبيره جدا جدا. اذا هنا بتقول ان القضيه بدات تاخد بعد مختلف خالص، ان دلوقتي اسبانيا عاوزه او المغرب عاوزه حقها في المدينتين، بس عاوزه تفضل محافظه على علاقتها الوديه مع اسبانيا، واسبانيا مش عاوزه ترجع المدينتين للمغرب، ومش عاوزه تصعد الامر مع المغرب. لا، ده الموضوع كده تقدر تقول عليه ايه؟ سلبي حبتين. طيب تعالوا مع بعض نلم القضيه تاني في عناصر بسيطه. القضيه تبدا من احتلال اسبانيا للمدينتين. رقم 2، اسبانيا وقعت فريسه الاستعمار الفرنسي، خرجت فرنسا من المغرب وظلت المدينتين في ايد اسبانيا، بدات المغرب تطالب بحقها في المدينتين، فكان رد اسبانيا ان المدينتين مش من حقكم يا مغاربه، مش من حق المغرب، بحجج واهيه، حجج كذابه، نسبه السكان في المدينتين 60% من الاسبان، غير مسجلتين ضمن الاراضي الغير مستقله في الامم المتحده. العرض اللي هو بقى نقدر نقول الحته بتاعت القضيه على مجلس الامن، فكان الرد من الامم المتحده حلوا المشكله بالحوار، ثم الايه؟ التصاعد في القضيه من خلال القانون اللي اصدرته اسبانيا. اتفضل مستر عزيز، اتحدثنا في هذا المشهد ببعض الاسئله اللي حضرتك دايما بتبدا تقول لنا ايه، بتحط لنا كده زي ما نقول الايه؟ البهارات بتاعت الموضوع. اتفضل مستر عزيز. شكرا يا حبيبي، شكرا. وكل الشكر والتقدير، انا استمتعت بحضرتك صدقني جدا في عرض المشكله. جميل. وكما هو متفق مع مستر ايمن، دائما المعلومه اولا ثم نواتج التعلم لهذه المعلومه. واضح ان في نقاط على الازمه دي هنحولها في شكل اسئله، اعتقد ان شاء الله تعجب حضراتكم جدا. لان لا يمكن باي حال من الاحوال هتيجي الجملة التقليدية، ما علاقة الاستعمار بمشكلة أسبانيا؟ ما دور الأمم المتحدة؟ ما خلاص انتهى الأمر ده.
طب أنا كده فهمت من المشكلة موضوع يستدعي مجموعة أسئلة ضروري فعلا لحضرتك. من فضلك دون عزيزي الطالب أسئلتك. مستر أيمن طبعا بيتابع شات الطلبة، ولو لهم أسئلة إحنا مستعدين للإجابة فورا. السؤال بيقول إيه ولادي؟ أدت العلاقات الودية، شايفين اللفظ؟ أدت العلاقات الودية في مشكلة سبتة ومليلة إلى، جملة بسيطة خالص، انتهائها، حلها، تدويلها، خمودها. شايفين الكلمة؟ خد بالك من آخر سطر مستر أيمن استعرضه، هيطلع الإجابة. تاني، أدت العلاقات الودية في مشكلة سبتة ومليلة أو سبتة ومليلة أيا كانت النطق إلى، اديني أربع اختيارات، انتهائها، خمودها، حلها، تدويلها. طيب أنا هنا هوصل للإجابة إلى خمودها. اهتم جدا بالسؤال ده. سؤال تاني كمان يقول لي إيه؟ يهدف قانون تجديد إذن الإقامة الذي وضعته أسبانيا، مش أسبانيا عملت إذن إقامة يجدد كل 5 سنوات؟ طيب خلينا نقول سؤال فيها، يهدف قانون تجديد إذن الإقامة الذي وضعته أسبانيا إلى، الجملة قاطعة محددة جدا، مفيش فيها بقى إيه أقصد بشيء أو كان، لا لا، جملة واضحة الطالب هيقرأها بوضوح. وأمامه 4 اختيارات، 1 زيادة عدد الأسبان في سبتة ومليلة، 2 تصفية الوجود المغربي في سبتة ومليلة، الحد من تيار الهجرة غير الشرعية، تنظيم حركة السكان من وإلى أسبانيا. تاني يا أولاد، يهدف قانون تجديد إذن الإقامة الذي وضعته أسبانيا إلى، زيادة عدد السكان الأسبان في سبتة ومليلة، تصفية الوجود المغربي في سبتة ومليلة، الحد من تيار الهجرة غير الشرعية، تنظيم حركة السكان من وإلى أسبانيا. لو حضرتك دققت النظر في الهدف اللي أسبانيا بتسعى إليه، يبقى على طول هتوصل للإجابة، تصفية الوجود المغربي في سبتة ومليلة. شكرا للمستر أيمن. وننتقل يا أولادي إلى شريحة أخرى وهي مشكلة كشمير. مستر أيمن معانا؟ تمام يا مستر عزيز، مع حضرتك. زي ما مستر عزيز عرض لنا مجموعة من الأسئلة الشيقة، تعالوا مع بعض كده نركز في القضية الجديدة والمشكلة الجديدة، مشكلة كشمير. طيب تعالوا مع مشكلة كشمير، مستر عزيز هيعرض لنا الشريحة الخاصة بمشكلة كشمير. طيب مشكلة كشمير، هو إقليم كشمير ده يقع فين؟ الأول تعالوا كده مع بعض، أنا ذكرت كام جبل معايا في المنهج من البداية. قلنا جبال الألب اللي بتستخدم للتزحلق على الجليد، قلنا جبال الشام تستخدم للاصطياف، قلنا جبال البرانس تستخدم كحدود ما بين فرنسا وأسبانيا، قلنا جبال الانديز وديت جبال حدودية ما بين دولة تشيلي ودولة الأرجنتين. النهاردة مع الجبل الخامس أو مع الجبال الخامسة اللي هتذكر معانا في منهج الجغرافيا السياسية. طيب لاحظ معايا النقطة اللي مبينها مستر عزيز، النقطة الحمراء معانا ديت، دي منطقة كشمير. أولا المنطقة تقع ما بين 4 دول، الهند، باكستان، الصين، أفغانستان. طيب المعني بالقضية مين؟ يعني أنا معايا 4 دول، على فكرة رغم إن في جزء من كشمير يقع في دولة الصين، وابقى دقق النظر في خريطة كتاب المدرسة وأنت تعرف. طيب القضية المعني بها مين؟ المعني بها الهند وباكستان. طيب مساحة الإقليم 220,000 كيلومتر مربع. تعال بقى العمق الطبيعي للمنطقة، يعني انت عارف انت ممكن يقول لك ايه اللي كان سببا في تعميق المشكلة، هو العمق الطبيعي، العمق الجغرافي الطبيعي. بمعنى منطقة كشمير تقع على جبال الهيمالايا. طيب ايه الميزة في جبال الهيمالايا يا مستر؟ احنا عارفين كلما ارتفعنا عن سطح الارض بتقل درجة الحرارة. حضرتك هناك في منطقة قريبة جدا من المنطقة الاستوائية، يعني قريبة جدا من المنطقة الاستوائية، منطقة مدارية. طيب المنطقة دي الارتفاع بيديني اعتدال في درجة الحرارة.
ثانيا منطقة غابات، منطقة جميلة جدا على فكرة، لو دخلت كده على جوجل وكتبت كده ايه يعني جنة الأرض، يعني من أجمل بقاع الأرض، من أجمل بقاع الأرض في العالم هي المنطقة دي. طيب وصل المنطقة ديت اللي حصل فيها ايه؟ ان اشتهرت منطقة كشمير في أثناء الاحتلال البريطاني للهند، واحنا عارفين ان كانت الهند درة التاج البريطاني، بمعنى العساكر الانجليز لما بياخدوا اجازه المفروض انه يرجع على بريطانيا، يقول لك لا طب انا ايه رجعني بريطانيا وانا عندي مكان يماثل بريطانيا اللي هي منطقه كشمير، يعني كانوا بيقضوا فيها اجازتهم الصيفيه العطله الصيفيه. طيب تمام، يبقى منطقه من يعني مرتفعه مناخها معتدل. النقطه رقم 2 المنطقه فيها زي ما قلنا غابات. طيب يلا نشوف الصراع بدا ازاي. بدا الصراع احنا عارفين وذكرناها قبل كده ان منطقة الهند وباكستان حدود حضارية انسوجرافية اللي هي الدين. فالقضية بدأت ان لما بريطانيا جت تخرج من الاقليم قسمت المنطقة على اساس ديني، الهند وتضم الاغلبية الهندوسية، باكستان وتضم الاغلبية المسلمة، بل انها قسمت باكستان الى باكستان الشرقية وباكستان الغربية. طيب القضية فين بقى؟ إيه سبب القضية؟ الاستعمار ترك القضية، إحنا لسه قايلين من شوية أن المشكلات السياسية إرث استعمار، ميراث استعماري. طيب الديانة السائدة في كشمير هي الإسلام. طب السلطة الحاكمة سلطة هندوسية، يعني اللي بيحكم كشمير من الهندوس، تمام؟ والشعب في كشمير شعب مسلم. طيب البداية، في بداية الأمر هنقول لم يرغب حاكم كشمير في الانضمام لأي من الدولتين. وقال لك احنا نبعد عن الصراع، ما لناش دعوه باللي بيحصل ما بين الهند وما بين باكستان. طيب ايديولوجيا، اختلاف تفكير حاكم هندوسي شعب مسلم، اختلاف الايديولوجيه بعد فتره قامت ثوره داخليه من الشعب الهندوسي ضد حاكم كشمير. تاني قامت ثوره في كشمير من الشعب اللي هو المسلم ضد الحاكم الهندوسي. طيب ايه اللي حصل؟ لما نرجع للخريطه تاني اللي كان عارضها لينا مستر عزيز، الهند جنب كشمير، باكستان جنب كشمير. الحاكم الحقوني يا هند، الحقوني يا دوله الهند اللي هو منهم اللي هو هندوسي زيهم. فعلى طول تحركت القوات الهنديه ودخلت منطقه، طيب جنب منها دوله مسلمه اللي هي باكستان، الشعب الباكستاني. ولو رجعت للمعلومات الاسرائيليه هتلاقي الموضوع يعني واضح شويه فيها، بس احنا مش عاوزين، احنا عاوزين بس القضيه اللي معانا. يبقى الهند اسرعت لانقاذ الحاكم اللي هو هندوسي زيهم، باكستان دخلت لانقاذ او لمساعده الشعب اللي هو المسلم. اذا اتحول الصراع ما بين ثوره داخليه الى دولتين اللي هم دول الجمهوريه. الهند حركت جيوشها ودخلت كشمير، باكستان اتحركت جيوشها، الهند وباكستان فين؟ على ارض كشمير. نقول تاني الصراع انتقل من ثوره داخليه من شعب ضد حاكم الى صراع ما بين الدولتين الجوار اللي هم الهند وباكستان على ارض كشمير. تدخل الأمم المتحدة تقرني بعوامل رسم الحدود وهو عامل الحدود وقف إطلاق النار. ولكن المشكلة ما اتحلتش، المشكلة زي ما هي، بمعنى إن تلتين الإقليم في إيد الهند، معنى إن تلتين الإقليم في إيد الإدارة الهندية. طب ما هم معظم السكان برضه، طيب يعني أنا بتكلم إن تلت وتلتين، طب القضاء ما اتحلتش وظل صراع قائما والنزاع قائما رغم كافه الجهود اللي بذلت من اجل تسويه. الامم المتحده قالت ايه؟ الحل بقى النهائي للامم المتحده، وان كان احنا برضو هنقول ان في سلبيه وتقصير من الامم المتحده في الجزئيه ديت، لا احنا مش هنقولها، هنسيبها ليكم في مشهد سؤال حالي. وقف اطلاق النار، تجريد كشمير من السلاح، وسحب الطلب من الدولتين، سحب قواتهم، ارجعهم الى ما قبل النزاع. يعني انا هبدا اسحب قوات الهند وابدا اسحب القوات بتاعه باكستان ونترك الامر لايد في ايد الكشميريين. انا هجرد القوى المتنازعه من السلاح، هسحب قوات الدول اللي هي المتنازعه في الصراع اللي هي سواء كانت الهند ترجع الى حدودها، سواء كانت باكستان ترجع الى حدودها، واجراء استفتاء محايد تحت اشراف الامم المتحده لتقرير المصير. ركز معايا،
التقرير هنا حق تقرير مصير لمين؟ للكشميريين، اما الانضمام لاحدى الدولتين، اللي هم الهند او باكستان، او الاستقلال الذاتي واقامه دوله مستقله. طيب تعالى بقى معايا، ركز دقيقه واحده، ركز معايا كده في دقيقه واحده، انا عاوز اجمع المشكله تاني بسرعه كده مع بعض، مشكله كشمير تاني بسرعه مع بعضنا. مستر عزيز راح عرض لنا الخريطه السياسيه للعالم عشان يورينا المشهد. القضيه بتقول زي ما مستر عزيز بيشاور لي اهو، بيقول لي فين، بيوريني كشمير، بيقول لي ان كشمير الهند، الصين، باكستان، افغانستان. طيب افغانستان والصين مش طرف في الصراع، الصراع بين المتجاورين، الصراع هنا بين المتجاورين، الدوله اللي مستر عزيز بيشاور عليها اللي هي دوله الهند، والدوله الاخرى اللي هي دوله باكستان. القضيه حاكم هندوسي، شعب مسلم، خلي بالك ان التقسيم هنا تقسيم يعتبر تقسيم ديني، احنا من البدايه بريطانيا خرجت قسمت على اساس الدين، وخدناها قبل كده في انواع الحدود الحضاريه، حدود دينيه كالهند وباكستان. طيب الحاكم هندوسي، يعني تعال نخش بقى في صميم المشكله، الحاكم هندوسي، الشعب مسلم. طيب الوضع في البدايه احنا عاوزين نعيش مع نفسنا وملناش دعوه بالقوتين. طيب بعد شويه بدات ثوره داخليه من الشعب المسلم على الحاكم الهندوسي. بالتبعية كده الحاكم الهندوسي استنجد بالهند، مستر عزيز واقف لنا بالماوس على الهند، فراحت الهند محركة قواتها نتحرك كده مستر عزيز وتروح داخلة كشمير. طيب باكستان هتسيب الشعب المسلم يباد في كشمير؟ لا طبعا، هتدخل تنقذ الشعب، لان اصلا معظم المسلمين اللي في كشمير اصول باكستانية. راحت داخلة باكستان، فاصبح الصراع هنا ما بين الهند وباكستان. الصراع اتدخل الامم المتحدة، وقف اطلاق النار، ابعاد القوى المتنازعه. طيب اتقسمت كشمير تلتين، كشمير تحت الاداره الهنديه، وللاسف كده ما اتحلتش. طيب ما انت لسه قايل لي ان اغلب السكان مسلمين، فطبعا استحاله يعيشوا كلهم في التلت اللي مع ايه، اللي في اللي ناحيه باكستان، فاصبحت القضيه زي ما هي، زي ما هي معلقه زي ما بنقول، تمام. فكان الرد اقامه استفتاء ويبقى الحال كما هو عليه، ولا ايه يا مستر عزيز؟ اتفضل حضرتك باسئلتك في الجزئيه. شكرا يا حبيبي، شكرا، شكرا مستر ايمن على الاستفاضه الرائعه. صدقني انا 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 بستفيد جدا من عرض حضرتك الشيق الجميل الممتع ده، جميل. ولادنا تاكيدا لما حدده مستر ايمن من نقاط دقيقه، انا كل نقطه مستر ايمن عملها استدعتني في سؤال في ذهني حابب اقوله لحضراتكم. احنا ليه جبنا الخريطه السياسيه كلها مستر ايمن؟ علشان هنستخدم المشكلة اللي حضرتك عرضتها ونربطها بدرس المقومات الطبيعية اللي درسها الدولة، اللي درسها طلاب في بند اسمه شكل الدولة، تمام؟ بمعنى ان هقول هنا امامك خريطة لمشكلة كشمير، المنطقة ذات النزاع ما بين الهند وباكستان. مش ده كلام المستر ايمن يا ولادي؟ قال ايه؟ أمام خريطة لمشكلة كشمير، ادرسها جيدا. حاضر يا فندم، ادرسها ثم اختر. إذا استقلت كشمير عن الهند، إزاي يا أولاد؟ حصلت كشمير على الاستقلال. إذا استقلت كشمير عن الهند تصبح دولة ذات موقع إيه؟ شايفين هنا سبت المشكلة ووصفتها في أسئلة تخص الدروس السابقة. تصبح دولة ذات موقع لاختيارات مركزي، استراتيجي، داخلي، هامشي. لو كشمير استقلت وأصبحت دولة، لو حضرتك واخد بالك من الحدود تماما، يبقى على طول هتصبح دولة ذات موقع إيه؟ موقع داخلي، يعني دولة حبيسة داخلية. هذا جزئية. وصفت المشكلة في دروس أخرى؟ أيوه، لما هقول رأي حضرتك بقى بدقة بعد عرض مستر أيمن الجميل للمشكلة. هيقول إيه السؤال يا أولادي؟ السبب الرئيسي لمشكلة كشمير بين الهند وباكستان، السبب الرئيسي لمشكلة كشمير بين الهند وباكستان، لو تقرأ الجملة محددة بعيدة عن الخيال والأفكار الخيالية وكثرة العدد غير المحدود للأسئلة وكلها جهد بلا فائدة. التدقيق، نواتج تعلم تطلع من المعلومة. السؤال مرة تانية، السبب الرئيسي لمشكلة كشمير بين الهند وباكستان هو
اكتب الاختيارات. ارتفاع نسبة السكان الهندوس، انخفاض نسبة السكان المسلمين، أهمية الإقليم الاستراتيجية، التقسيم الذي قامت به بريطانيا. تاني، السبب الرئيسي لمشكلة كشمير بين الهند وباكستان، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا عندنا انفرادات في الأسئلة. التقسيم الذي قامت به بريطانيا. اثنين، أهمية الإقليم الاستراتيجية. ثلاثة، انخفاض نسبة السكان المسلمين. أربعة، ارتفاع نسبة السكان الهندوس. على طول هتكون الإجابة من فهمك لما أدلاه وقدمه مستر أيمن، التقسيم الذي قامت به بريطانيا. طيب خدي كمان سؤال يا فند في المشهد، السؤال ده جميل برضو، الذي يخص بتغييرات الخريطة الحدودية. يظهر عند استجابة سكان كشمير للتقسيم على أساس ديني أن دولة باكستان ستصبح، خلي بالكم من اللفظ، يظهر عند استجابة سكان كشمير للتقسيم على أساس الدين أن دولة باكستان ستصبح، شوف الاختيارات واعمل الدائرة على الرسم، كتابك مفتوح معانا، الخريطة محددة جدا في كتاب المدرسة بوضوح رائع. الإجابات أن تكون دولة حبيسة داخلية بها أقليات عرقية، لها حدود مع طاجكستان، لها حدود مع الصين. لو بصيت بدقة شديدة هتطلع الإجابة إيه؟ لو استجاب سكان كشمير للتقسيم على أساس ديني هيبقى لها حدود مع دولة مين؟ الصين. جميل يا أولاد؟ آخر سؤال في المشهد ده. طيب، يظهر عند استجابة سكان كشمير للتقسيم على أساس الدين، حضرتك لسه مليه؟ لا يا فندم، أنا بتكلم في حاجة وده حاجة، لأن هنا بتكلم على باكستان، هنا هتكلم على كشمير ذاتها، نفس المشهد. يظهر عند استجابة سكان كشمير للتقسيم على أساس ديني هتصبح دولة تابعة لباكستان، تابعة للهند، يتم تقسيمها دولة منفصلة. شايفين يا ولاد احنا هنا بنشتغل في ايه؟ في تدقيق رائع جدا للمشهد. المشكله لم تحل وفي طريقها الى الحل تماما. اقتربنا من معادنا يا مستر ايمن، واخر جزئيه معانا ان شاء الله، وهي مشكله حركه الرعاة على الحدود. انا قدمت خريطه افريقيا يا مستر ايمن لانها تقترب من المعلومه الى حد كبير. تفضل استاذ الفاضل. تمام يا مستر عزيز، هنا يحضرني كلمة بسيطة خالص، هنقول في كلمة مشكلة حركة الرعاة، هنقول حتى البقر أو حتى الثروة الحيوانية، حتى الماشية عملت مشكلات سياسية. طيب نبدأ نقول إيه أسباب النزاعات السياسية المترتبة على حركة القبائل. لو تفتكروا معايا لما كنا بنقول إن الحدود لما بترسم وبترسم في مناطق يجب، ممكن احنا ممكن نرحل، ويمكن احنا هنا في مصر رايناها، لو قلنا، لو زي ما مستر عزيز عرضها لنا مره وقال لنا انا بشوف ان الحدود الشماليه الغربيه لمصر متعرجه، ليه؟ لوجود قبائل. احنا هنا ناس نقدر نقول متحضرين حبتين، فبالتالي بنلاحظ المشكلات دي. لكن في افريقيا كان في مشاكل كبيره جدا عند رسم الحدود، الا وهي، ركز معايا في اسباب الحرق. اولا، بعض الاراضي اللي هي اساسا اراضي رعويه تحولت الى اراضي زراعيه. ليه؟ لزيادة السكان. طيب أنا كنت راعي وباجي أرعى في المنطقة دي ومتعود إن المنطقة دي منطقة مراعي، فأنا شايفها قدامي أرض خضراء، فأنا ببدأ أرعى في المنطقة. إذا هنا حصل خلاف ما بين الرعاة والمزارعين. يبقى البداية إن أراضي كانت مراعي تحولت إلى أراضي زراعية، وهنا تقلصت مساحة المراعي. طب أنا راجل عندي قطيع من الأغنام أو من الأبقار أو من الماشية أو أيا كان نوعه، فبالتالي أنا بدأت أرعى في المنطقة اللي هي أساسا إن أنا عارفها إن هي منطقة رعاة، فحدث خلاف ما بين الرعاة والمزارعين زي ما مستر عزيز بيشاور لنا. طيب النقطة الثانية، رسم الحدود في إقليم السافانا. إقليم السافانا الأفريقية ده موجود في مجموعة الدول اللي هي دول غرب أفريقيا، طيب دون مراعاة لوجود القبائل. يبقى أنا رسمت الحدود، عملت عملية ترسيم للحدود في الغرب الإفريقي أو في مناطق أفريقية دون مراعاة لوجود قبائل.
زي ما حصل في غرب السودان او ما بين دولتي شمال وجنوب السودان. خلي بالك ان القبائل دي ما بتعترفش بالحدود، ما عندهاش اعتراف سياسي بقصه الحدود. ليه؟ يعني انا لما يبقى القبيله بتاعتي نصها في دوله والنص في دوله ثانيه، طب انا الجزء اللي ناحيتي ما فيهوش مراعي وانا عندي اغنام او ماعز، والجزء اللي ناحيه الدوله ثانيه انا ما بعترفش كرعاه، يعني مش انا كمستر ايمن او كمستر عزيز، الرعاه دول ما بيعترفوش بالحدود، يخترق الحدود بمنتهى البساطه بالنسبه له. بس عند الدول سياسيا لا، ما ينفعش، اقف حاسب عندك انت رايح فين. فبالتالي تبدا تحصل مشاكل سياسيه. من وجهه النظر البسيطه العاديه بالنسبه للرعاه ده شيء عادي، لكن من وجهه نظر الدوله وسياده الدوله شيء غير عادي. اثنين، بعض الدول بتعمل تحصيل ضرائب ورسوم من الرعاه نتيجه ترسيم الحدود السياسيه. انت هترعى هتدفع فلوس لان انت بتاخد من موارد الدوله. طيب برضو نفس القضيه الايديولوجيه بتاعه الناس اللي عايشين في المناطق اللي هي اللي تقدر تقول عليها النائيه، اللي تقدر تقول عليها المناطق القبليه في افريقيا، ما عندوش ايه اعتراف بذلك. طيب المتغيرات القارات المناخيه، لاحظ معايا افريقيا معروف ان هي من اكثر القارات اللي بتتعرض للجفاف. قاره افريقيا طبعا سبعينات ثمانينات القرن العشرين، ومستر عزيز باستفاضه عرفنا الفرق ما بين القرن والعقد والجيل في الحصه بتاعت امبارح. طيب حصل تغيرات مناخيه، طب التغيرات المناخيه نتج عنها ايه؟ جفاف. طب الجفاف نتج عنه ايه؟ ده جفاف مراعي، منطقة مراعي بالكامل جفت. ايه اللي حصل؟ نفوق ملايين من الحيوانات. يا مستر يعني ايه نفوق؟ يعني موت عدد كبير جدا من الحيوانات. طب انا الراجل عندي يعني نقدر نقول ايه؟ قطيع من الارنام، قطيع من الماهز، قطيع من الابل، ايا كان نوعه، وجزء منه بدأ يموت، وجنب مني في الدولة اللي جنب مني اللي هي بيني وبينها خط من وجهة نظر الرعاة، خط، لا ده انا هتحرك، ده انا هروح. هجرة السكان الى المدن او تركوا حرفة الرعي ودخلوا في حرفة الزراعة، كل ده ادى الى وجود مشاكل سياسية اساسها حرفة الرعاة، اساسها هجرة الرعاة. لاحظ جدا لذلك انا عم في منطقه غرب افريقيا، ونرجع ونقول رسم الحدود في اقليم السافانا دون مراعاه لوجود القبائل، نرجع ونقول تحول الاراضي الرعويه الى اراضي زراعيه وصراع ما بين الرعاه والمزارعين، نرجع ونقول تحصيل ضرائب، تغيرات مناخيه. طيب عايزين نحل المشكله، نحل المشكله ازاي؟ بدات عمليه الحل من خلال بعض الاتفاقيات. وخلي بالك ديت كانت موضوع سؤال السنه اللي فاتت لما كان الموضوع يعني بيحاول يقربني من الفكر الجديد. انا عندي موريتانيا والسنغال، يشاور مستر عزيز على موريتانيا، يشاور على السنغال، دولتين احداهم عربيه والاخرى افريقيه من الغرب، يعني حاولوا يحلوا المشكله ما بينهم في اتفاقيه 1981. مجموعه دول غرب افريقيا وهي في الاساس اصلا دي منظمه اقتصاديه عشان الرعاه اسمها الاكواس، المنظمه تضم 16 دوله افريقيه بتحاول على قد ما تقدر تحل مشاكل حركه الرعاه في منطقه غرب افريقيا. بوركينا فاسو والنيجر سنة 2003 برضو عملوا اتفاقية، اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي ما بين موريتانيا ومالي، واحد واثنين وثلاثة واربعة، نشاور يا مستر عزيز عليهم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، دي مشاكل في افريقيا، ومش هم مش دولتين في كله، لان عندي رقم اثنين بيقول لي 16 دولة افريقية. طيب كل دول في منطقة افريقيا، ولكن عندنا مشكلة، وعلى فكرة ما زالت لها تبعيات وكلنا عارفين الخلافات، تمام؟ ما بين المملكة العربية السعودية ودولة اليمن. طيب لو انا هسأل سؤال بقى هنا يعني ايه بسرعة كده، يعني ايه نسرق الحتة دي كده من مستر عزيز ونقول اكتر الدول التي عانت من حركة او اكتر القارات التي عانت من حركة الرعاة، اقول افريقيا، اقول اوروبا، اقول اسيا، اقول حتى استراليا. استراليا هي دولة واحدة ما عنديش مشاكل خالص بالنسبة لها، وهنتكلم عليها بعدين، تمام؟ انا عندي قارة افريقيا لان انا شايف الامثلة اللي قدام عيني، هو مديني خمس امثلة، اربعة منهم في افريقيا، بل ان في مثال يضم 16 دولة، وهو مثال واحد وهو دولتان عربيتان الا وهما المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن. اتفضل مستر عزيز بسرعة كده نختم المشهد بتاعنا النهاردة بمجموعة الاسئلة الراقية بتاعت حضرتك. عفوا. شكرا لحضرتك يا مستر ايمن. لو رجعنا للشريحه اولاد بترتيبها كما تفضل مشكورا الاستاذ الغالي مستر ايمن، رتب نقاط النزاعات بعناوين وبناء على عناوينها هتساعدك جدا في حل الاسئله. بمعنى النقطه الاولى تحويل بعض الاراضي، هنكتب
العوامل الاقتصادية والاجتماعية البشرية. النقطة الثانية العوامل السياسية الجغرافية. النقطة الثالثة العوامل الاقتصادية. النقطة الرابعة العوامل المناخية. تمام؟ حضرتك بناء على التقسيم ده والشرح الوافي من مستر أيمن، هقول سؤال بسيط: أي مما يلي سبب اجتماعي يؤدي إلى نزاع في مناطق الرعش؟ واحد، التغييرات المناخية، تحصيل الضرائب والرسوم، رسم الحدود السياسية، زيادة النمو السكاني. شايفين من الكلمات البسيطة اللي أوردناها جريت على طول على الإجابة. أيوة، إذن في أسباب اجتماعية هتودينا على سؤال زيادة النمو السكاني. في أسباب جغرافية يبقى على طول هقول رسم الحدود السياسية. في أسباب اقتصادية هشتغل على تحصيل الضرائب والرسوم وهكذا. هيا مستر أيمن، أنا أجدد كامل الشكر والتقدير لحضرتك. هنسيب ولادنا بقى مستر أيمن مع عدد جميل من الأسئلة اللي هينفردوا بيها بإذن الله في منصتنا. وأجدد كامل الشكر والتقدير لطلابنا. في أسئلة أداها بعض الطلاب لينا نجاوبها قبل ما نختم الحلقة يا مستر أيمن. الصوت رايح من عند مستر أيمن. طيب اسمحوا لي إن أنا أنهي المشهد. أهلا بكم مرة تانية، نجدد العهد واللقاء مع حضراتكم يا أولاد إن شاء الله. إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله هنلتقي بحضراتكم على الدرس الرابع من الدروس الرائعة المميزة لحضراتكم جدا في الجغرافيا السياسية. كان مع حضراتكم الأستاذ أيمن رضا، كبير معلم الجغرافيا في محافظة القليوبية، عزيز ويصعوض، محافظة دمياط، مدرسة دمياط الثانوية العسكرية. نراكم على كل خير وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مع حلقات متجددة بإذن الله الأحد والاثنين من كل أسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أستاذ أيمن، شكرا جزيلا لحضرتكم. تفضل.